صباح الخير. صباح الخير. ما عليكي، ملف رئيس فؤاد. جيب لي قهوة. حاضر. هيدا اللي بأمن لك فؤاد؟ آخر شيء كنت فكر فيه إنه واحد مثلك يسلم ضميره ويبيع. ليه عم تحكي هيك؟ لأنك استبعدت خليل من دائرة الاتهام وحصرت الاشتباه بمدير معمله وواحد من موظفينه. استبعدته لأنه ما في شيء ضده؟ في بتلاقي فؤاد في. أنا ما بشتغل بهيدا المنطق معالي الوزيرة، يعني ما بقرر سلف إنه أنا بدي دين فلان وبقعد بركب معطيات وأدلة لأوصل لنتيجة مسبقاً أنا حاططها براسي، وبفتكر هيدا الشيء اللي لازم يعمله أي قاضي تحقيق. بلاحق القضية حتى أوصل للحقيقة، مش للشيء اللي بيشبه ظنوني أو أمنياتي. هيدا اللي طلع معك؟ طلع معك إنه خليل بريء؟ القضية إلى عمر بإيدك معالي الوزيرة قبل ما أنا أستلمها، وبفتكر ما طلع معك شيء بدين خليل وبيثبت إنه مظلوم. عفواً ما عليكي، في خليه يفوت، برجع بحكيك فؤاد. مرحبا معالي الوزيرة. بصراحة كنت بدي جيب معي بوكي ورد لحتى هنيكي بالمكتب الجديد، بس ما لقيت ولا محل فاتح. حقك علي. ما تعطي الهم، بما أنها رح تكون أول وآخر زيارة لهون على المكتب. أدي كلفك فؤاد؟ عفواً؟ مش معقول تكون طلعت بريء هيك ببلاش. معالي الوزيرة، شو بدي أقلك لقلك؟ القصة أسهل من هيك بكتير، بس أنت عملتي مثل ما بيعملوا المحللين السياسيين بهالأيام، بحطوا النتيجة براسهم، بفسروا المعطيات على الأرض بطريقة تخدم النتيجة اللي بدهم يقدموها للناس. رئيس فؤاد اشتغل بدون نوية مسبقة، ووصل لقرار على أساس واحد اثنين ثلاثة اللي بين إيديه. ما رح تقطع. لو بدي اضطر ارجع من الصفر غير كل القضاة بأسر العدل، ما رح تقطع. رح تقطع ما عليك، رح تقطع، لأنه أنا ما بقى الجديد للعب. وإذا ما بدك إعلام خصومك وخصوم حزبك يعرفوا أنك خبصتي ولد بالسيارة اسمه زيد، تركتيه غرقان بدمه وهربتي، عشان هيك لازم نتفق ونخلص من قصتي هلا هون. مين خبرك؟ 10452 كيلومتر مربع مساحة لبنان، يعني إذا قلتي مرحبا عن الحدود بالدبوسية بردوا عليكي بالناقورة أهلان. بلدنا كتير صغير معالي الوزيرة. أي حدا من الشارع فيه يجي يقول لك أنا مجوز اثنين. حكي مين ما كان في يحكي اللي بده اياه. ما تكابري معالي الوزيرة،
يعني هلا اذا بجيب ام الصبي وبعدها بوجهك بتحطي عينك بعينها بتنكري. بعدين انا عندي شهود. غسان مش مهم هلا، المهم انه شد الحبال وصل للنهاية. يا بتسكر الملف برجع لحياتي الطبيعية بخلص من وجع الراس، يا بترجع تخلطي الوراء ومنلعب. وجربي ساعتها تحمي هالكرسي اللي حقها من التهاب. بس بدك الحقيقة، كرسي الوزارة أهم مني من اللي بشد عم شدي كمان. ايه فؤاد، انا فكرت منيح باللي قلت لي اياه. يمكن معك حق، خليل بريء، بس اكيد في ناس متورطين بالموضوع. كمل تحقيق وعرف لي مين. بالاذن.